وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في قناه ساره بيبس فاندو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم غادي نديروا وصفه كيكه عيد ميلاد تجي بزاف بنينه وخفيفه وراقيه في المنظر. عندي هنا 420 غرام فارينه، 20 غرام كاكاو مر، قرصه ملح، 10 غرامات بيكربونات، وعندي وحده خميات الحلويات. غادي ندير كاع النواشي في رحبه ونخلط كلش مع بعض ونديرهم على جانب. نجيب ان بول ندير عليه 190 غرام زبده، وغادي نزيد 410 غرامات سكر، وغادي نضربهم بالضراب الكهربائي حتى ينسجموا غايه مع بعضياتهم. نزيد هنا لافاني. هنا عندي 3 حبات بيض، غادي نبقى ندير غير بالحبه وميمطون راني نضرب حتى الخليط يولي لي بيض. نزيد هنا شويه كولورو احمر ونخلط. هنا عندي 360 ملل البن، غادي نزيد عليه ملعقه كبيره خل ونخلطهم مع بعض، ونقدر نعوضوا البن بالحليب. في هذه المرحله نبقى ندير شويه البن وشويه من النواشي، كل حاجه نقسمها على 3 خطرات ونبقى ندير خطره بخطره كما راكم تشوفوا. هنا ما نضربوهمش بزاف غير قد ما ينسجموا المكونات مع بعض باش ما تهبطناش الكيكه. جبت هنايا مول فيه 20 سنتيم، درت له من تحت ورق الطهي ودهنته بشويه بالزبده ورشيت عليه شويه فرينه. غادي ندير كامل هذاك الخليط فيه ونسرحه مليح باه تجينا متساويه، ونكون سخنت الفرن على درجه 170 درجه وندخلها طيب. تدينا الوقت من 20 حتى 25 دقيقه. بعد ما طابت هنا يسيت عليها شويه، انحرقت لي شويه من الفوق ماشي مشكل، غادي نحي هذا الفوقاني. أبخي غادي نقسمها على 3 دوائر. بعد ما قسمتها الى 3 دوائر نمشو نديرو كريمه سهله ولذيذة بزاف. نجيب ان بول غادي ندير عليه 500 غرام ماسكاربون يكون بارد، نقدروا نعوضوه بفرماج فيلادلفيا ونضربو شويه قد ما يطلق راسو. نزيد عليه هنايا 100 غرام زبده بحراره الغرفه ونضرب. ندي شويه اكستري اورانج، تقدروا ديروا الكول اللي تحبوا. نزيد 350 غرام سكر غلاس ونضربوا غير قد ما نشوفوا المكونات انسجمت مع بعضياتها. درت هنايا كريمه في جيب حلواني ونجيب ان بلاطو، من الاحسن يكون هذاك لي دور، انا غير عجزت باش نجبده درت غير اللي كان قدامي. غادي ندير شويه كريمه في الوسط بهذه الطريقه باش تلصق لي الكيكه، وكل دائره تاع الكيكه غادي نرشها بعصير البرتقال وندير لا كريم بهذه الطريقه ولا نسرحوها كامل ونديرو طبقه فوق طبقه. انا هنايا غير الفيديو مشات لي مش عارف وين مشات، مهم نديرو طبقه فوق طبقه ونستمر بالطاقه حتى نكمل الكيكه تاعي كامل. نزيد نرش هنا من الفوق بالعصير ونطلي باقي الكريمه اللي بقات لي من الفوق ومن الجوانب ونبقى نسرح فيها. ما يهمش هنايا الا ما سرحناهاش غايه بس كلش غادي يتغطى. ونديرها في الثلاجه ليله كامله. هنا في الصباح جبت عجينة السكر بيضاء، نقدر نعوضوها بعجينة اللوز. غادي نرش شوية النشا في سطح العمل ونبقى نورقها، نحاول نديرها على شكل دائري ونرققها شوية باش نقدر ناكلوها ما تجيناش غليظة. أبخي غادي نديرها فوق الكيكة ونبقى نسرح هكا في الجوانب
ونقطع قاع هذيك الزياده اللي بقات لي. وهنا طريقه التزيين تبقى اختياريه. هنا غير عجينه السكر اللي بقات لي درت لها شويه كولورو بنفسجي وعجنتها مليح. أبخي هنايا ورقتها على شكل طول، غادي نقطعها من الجوانب بهذا الشكل باش تجينا متساوية. وهذوك اللي قطعتهم غادي نلويهم بهذه الطريقة على شكل وردة، هاكا نقدو نزينو بيهم. انا هنا طليت الكيكه بشويه ناباج غير في الجانب اللي غادي نلصق فيه ديك الحاشيه باه تلصق لي. وهنا هاد الوردات شيتهم واجدين، غادي نزين بهم بهذا الشكل. وقدمتها في عيد ميلادي، جات البنة رائعة وخفيفة وحتى في الحطة تجي راقية. نتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش إذا عجبتكم الفيديو ديروا لي إعجابات وتبارطاجوا الفيديو ماكسيموم، وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نتلقاو فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.